ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ محمد صلاح حاجة بنفتخر بيها جدا جدا، جون مفيش أحلى من كده، مفيش أحلى من كده. في مين بقى؟ في مانشستر سيتي اللي هم أقوى دفاع في الدوري، يعني ممكن يجيب جون حلو بس مع فرقة مثلا كريستال بالاس بتاع فريق مثلا نوريتش سيتي، أي حد من الفرق المتواضعة شوية، مع إن الدوري الإنجليزي كله جامد ما تتوقعش مين يكسب مين يعني، لكن جايب جون بالجودة دي بالحلاوة دي بالمتعة دي بالمهارة دي في أقوى دفاع في البريمير ليج في أول 8 ماتشات. ده اللي يدل على إيه؟ يدل على إنه لاعب أسطوري أسطوري، أقل حاجة تتقال عن محمد صلاح في الحقيقة. الراجل متعنا جدا إمبارح، سواء بالهدف الأول اللي صنعه ساديو ماني اللي كان فيه مهارة كبيرة قوي، الراجل لما بيبقى على الخط ما حدش بيعرف يجيبه، ما حدش يعرف يمسكه يعني. عدى ومر وراح مديها أسيست لماني حط الجون الأولاني. الجون التاني بقى يعني خلى الناس كلها وقفت سقفت، الناس كلها اتفاجئت. حاجه فعلا مش هنكون بنبالغ لو قلنا ان هو جون خيال يعني، رغم ان هو جابه قبل كده اعتقد توتنهام من سنتين ثلاثه كان جون جامد جدا جدا برده بنفس الطريقه من نفس المكان. جابه قبل كده اعتقد في نابولي برده في الشامبيونز ليج ماركه مسجله باسم محمد صلاح يعني. لكن انا هو يا جماعه بقول لكم، انا بقول لكم ده لعيب لا يقارن. محدش ينفع يتقارن بمحمد صلاح، أنا بعترف، محدش ينفع يتقارن بمحمد صلاح. بتكلم على اللعيبة المصريين يعني، عالميا في بقى ميسي وفي كريستيانو وفي مبابي وفي ألاند دلوقتي وفي ناس كتير يعني. لكن محليا هنا في مصر، هنا في مصر، لا بصراحة مفيش، مستحيل يعني، ما ينفعش. ما ينفعش، ده واحد وصل لمرحلة إن ما ينفعش يتقارن بحد. عندنا مواهب في مصر. مواهب فذة ومميزة. بس اللي بيختلف هنا اللي وصل محمد صلاح للمكان ده دماغه، عقليته. عشان كده بقى محمد صلاح النجم العالمي الناس كلها تعرفه. انت مش مشهور على مستوى مصر ولا على مستوى افريقيا، لا انت مصنف على مستوى العالم ومعروف على مستوى العالم واحد ابرز اللاعبين في العالم. وفي اعتقادي الشخصي الراجل ده بخلاف مباراة امبارح هو يستحق احسن لعيب في العالم، لازم في يوم من الايام ياخدها. لان مثابرة ايه؟ اصرار ايه؟ عزيمة ايه؟ شوف ما شاء الله لا قوة الا بالله جسمه مثلا، اهتم بيه ازاي؟ اشتغل عليه ازاي؟ النواقص اللي عنده يعني، من الاجزاء اللي في جسم محمد صلاح اللي كانت ضعيفة شوية كتفه. ما شاء الله لا قوة الا بالله، لما محمد صلاح قلع التيشيرت في الماتش اللي قبل اللي فات شوف عضلات الكتف ما شاء الله عليه يعني، مش عايزين نحسده الراجل، ربنا يحميه يا رب بإذن الله. تطورت ازاي؟ شوف ما شاء الله اهتم بنفسه ازاي، اشتغل على نفسه ازاي. ممكن واحد مكانه يقول لك انا لعيب مصري طلعت بره جبت لي كام جون وعملت انجازات حلوه او مش انجازات يعني، لان في امثله كتير يعني، ومش عارف جبت كام جون في البريمير ليج ومش عارف ايه حلوه قوي كده زي الفل، كفايه لحد كده انا هعتزل بقى انا كده عملت انجاز. لا لا لا، ده طموحه بلا حدود، ده واحد بيشتغل على نفسه وعايز يوصل لاحسن حاجه في الدنيا. فاللي زي ده هيوصل، اللي زي ده لازم ياخد احسن لعيب في العالم، لازم ياخد احسن لعيب في العالم بدون مبالغه. وده مش راينا ولا راي اي حد متحيز لمحمد صلاح كمصري زينا، فخورين بيه جدا جدا، وما كنتش يعني مصدق ان احنا ممكن في يوم من الايام يكون عندنا لعيب في الليفل ده بالجوده دي. ممكن لعيب يلعب في الليفل ده بس مش بالجوده دي، لا الجوده بتاعت محمد صلاح هي جوده عالميه يعني. ف ده واحد عايز يوصل لحاجات كتير وعايز يحقق اهداف كتير، والراجل بيكسر ارقامه القياسيه كل ماتش، قرب بيعدي دروجبا في عدد الاهداف في الدوري الانجليزي، ناقص له جون واحد يبقى زي دروجبا، جونين يعدي كاكتر لعيب افريقي جاب اهداف في الدوري الانجليزي يعني اقوى دوري في العالم. فالواحد مبهور وسعيد جدا بمحمد صلاح. طيب تعالى كده نتكلم ايه الاسباب اللي خلت محمد صلاح يوصل للمكانه دي بخلاف عقليته هو وبخلاف طموحه هو، الطموح الحقيقي بقى يعني، الطموح الصح فاهم، اللي هو الطموح فعلا يعني اللي وصله للمكان ده. لا، عنده واحد بيدير له اموره كلها بشكل ممتاز هو رامي عباس. يعني ممكن احنا في فتره فترات هنا في مصر في ناس قعدت تنتقد رامي عباس ده وايه اللي هو بيتكلم فيه والجوانب الاحترافيه اللي احنا ما كناش نفهم فيها حاجه قبل محمد صلاح. فيما يتعلق بقى لو فاكرين ايام كاس عالم روسيا 2018 والمشاكل اللي كانت حصلت واللايف اللي كان تلو محمد صلاح مش عارفين، الناس قعدت تشتم في رامي عباس، لا الراجل ده نقل محمد صلاح في حته ثانيه.
نقل له الافكار اللي لازم يشتغل عليها محمد صلاح، اللي لازم تكون موجوده في ذهن محمد صلاح، في عقله، ازاي يشتغل على نفسه، ازاي يطور من نفسه. ليه دور كبير جدا في اللي وصل له محمد صلاح يعني. ده عامل من ضمن العوامل. الجون اللي جابه امبارح هو رقصنا كلنا. يعني بخلاف الناس اللي اترقصت في الملعب، سواء برناردو سيلفا او لابورت او الناس دي اللي اترقصوا في الملعب دول، عادي. لكن احنا بنتفرج عليه، احنا اترقصنا. يعني احنا مش ما كناش عارفين ايه هو، ايه اللي هو بيعمله ده. الحاجات دي بنشوفها مع ميسي مثلا، مع رونالدو، مع الكلام من ده. يستحق احسن لاعب في العالم طبعا، مؤكد بدون مبالغه يستحق. راجل محافظ على نفسه، مستوى ثابت لخمس مواسم متتاليه، هو مع ليفربول ما شاء الله يعني. هداف الدوري الانجليزي دلوقتي مع جيمي باردي، ست اهداف كل واحد في سبع ماتشات في الدوري الانجليزي يعني. فحاجه تدعو للفخر، ولازم ده يكون مثال يحتذى به للشباب المصريين. اي واحد نفسه يلعب كوره، حط محمد صلاح قدامك وبعد كده اشتغل يعني، وبعد كده شوف ازاي تقدر تطور من نفسك. ممكن البعض يقول لك ايه، طب كده الخطوه اللي جايه لمحمد صلاح ايه؟ ريال مدريد برشلونه، مفيش احسن من الدوري الانجليزي، مفيش احسن من انك تكمل في ليفربول بالارقام القياسيه اللي انت بتحققها دي، تبقى ليجند، اسطوره من اساطير ليفربول. هو اسطوره كده كده، بس تكمل اكتر، تعمل ارقام احسن يعني. بريق الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونه كام كده قل بعد رحيل ميسي ورونالدو قبليه. في رايي الشخصي، الله اعلم بقى تفكير محمد صلاح احسن مننا وكلنا يعني، بس في رايي الشخصي الراجل اللي يفضل مع ريال مدريد. الحاجه الثانيه المهمه جدا، ان في كلام كتير على تمديد عقده مع ليفربول، وان ليفربول مش راضين، اصل اللي هو طالبه كتير، اصل رامي عباس وكيله بيتكلم فيه كتير وحاجه اوفر وبتاع وكلام من ده. هو ملوش دعوه، عنده الوكيل بتاعه بيشتغل. انا في الملعب، انا مش شاغل نفسي بالامور دي خالص، انا في الملعب. ولما ركز في الملعب تالق بشكل اكتر. خلي رامي عباس ايه بقى دلوقتي، هيعمل ايه دلوقتي؟ الراجل هيحط رجل على رجل ويقول لهم يا جماعه احنا عايزين كذا، هتدونا ده اهلا وسهلا، مش هتدونا ده براحتكم. رجل على رجل، ما فيهاش هزار. ده احسن لعيب في العالم، انتوا الخسرانين لو ما نفذتوش مطالب محمد صلاح يعني. مؤكد هيتم تمديد العقد بالشروط بتاعت محمد صلاح، ده امر اكيد يعني. لما يكون عندك لعيب بالجوده دي، لازم هتحاول بكل ما اوتيت من قوه انك تبقى على لاعب زي ده، بيفرق معاك في كل الماتشات يعني. ففخورين جدا جدا احتفاله بالهدف. قبل ما اطلع الفاصل بس عشان اختم الحته دي، احتفاله بالهدف ممكن واحد يعمل ايه؟ يجيب جون زي ده ما يبقاش مصدق نفسه، يقلع التيشيرت بقى ويلف الملعب ثلاث اربع مرات ويسلم على واحد واحد من الجمهور. انا لو مكانهم بصراحه كنت هعمل كده. لكن ايه التقل ده؟ جاب جون عادي، جون انا شايفه جون من وجهه نظره يعني، هو جبته كتير قبل كده عادي، مش حاجه بالنسبه له، هو مش مبهره، مبهره للناس اللي بتتفرج. لكن راجل تقيل، مش يجري بقى ويروح ويحضن المدرب وينط على ده ويعمل، لا 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 لا، لعيب تقيل بشخصيه تقيله، واثق في نفسه جدا، في امكانياته جدا. يا رب دايما كل التوفيق مع محمد صلاح، ويفرحنا اكتر واكتر، ويرفع راسنا اكتر واكتر، وباذن الله مستنيين دوره المهم مع منتخب مصر في ماتشين ليبيا، عشان هو هيرجح كفتنا باذن الله تعالى بخصوص التاهل لكاس العالم كمان بشكل كامل. واكيد الهدف اللي جابه امبارح ده يستحق جائزه بوشكش، لانه كان جاب زيه اعتقد في ايفرتون قبل كده برضو وخد جائزه بوشكش. مزيد من جوائز باذن الله نجمنا المصري محمد صلاح. هروح لفاصل سريع، كان لازم يبتدي محمد صلاح طبعا. بعد الفاصل هنرجع بقى نقول كل كواليس واخبار النادي الاهلي الجديده واستعداداته للمرحله المقبله ومران النهارده وكواليسه كمان. استنوا